مساء الخير عليكم مشاهدي ومشاهدين قناة الصحة والجمال في برنامج ساعة في بيتنا. هكون معاكم إيمان عصام كل أربع من الساعة 1 للساعة 2. معاكم النهاردة من نهاية سنة وبداية سنة جديدة. بداية سنة جديدة هتبتدي بروح جديدة وبشكل جديد وبأحداث جديدة سعيدة إن شاء الله. النهاردة عايزين نتكلم عن إزاي نبتدي سنة جديدة. في حاجة مضايقاني جدا، وهو ان احنا لما نيجي نتكلم مع حد ونسأله عن 2020 تلاقي بيتكلم بشكل ان دي كانت سنة وحشة جدا، وقد ايه كانت سنة بشعة جدا، وفي كوميكس كتير مضحكة على الفيسبوك ان هو لسه هينزل النيازك عشان السنة تخلص، وفي تريقة كتير وحاجات كتير كوميدية بشكل ساخر ولطيف. بس احنا عايزين ندخل السنة الجديدة بشكل مرح وبسعادة وبتفاؤل وبأمل. ما ينفعش الناس كل ما نسألهم نلاقي عندهم عدم حماس للدخول السنة الجديدة، وما فيش أي طاقة إيجابية عشان ندخل سنة جديدة. أنا عارفة أن أزمة كورونا كانت كفيلة أن هي تقفل الدنيا علينا وتخلينا نكتئب، بس احنا تعلمنا حاجات كتيرة جدا من الكورونا. عرفنا قيمة الناس اللي كانوا حوالينا، عرفنا قيمة أهلنا وأصحابنا اللي كنا بننزل نقابلهم في منتهى الأمان والراحة ومفيش قلق أو خوف من أي حاجة، عرفنا قيمة الوقت اللي كنا بنقضيه، عرفنا قيمة اليوم العادي. دي كانت نعمة كبيرة جدا جدا من عند ربنا. اليوم العادي كان نعمة، إن أنت تنزل شغلك أو تنزلي شغلك أو تخرجي يعني منتهى الأمان والراحة من غير خوف من أي حاجة. ولكن برغم الكورونا وبرغم كل ده ما ينفعش نقف، أو ما ينفعش نعدي حياتنا بشكل كئيب، أو ندخل سنة جديدة بشكل كئيب أو من غير سعادة أو من غير أمل. لازم يكون عندنا أمل، ولازم يكون عندنا ثقة في ربنا، ولازم ندخل السنة الجديدة برجلنا اليمين زي ما بيقولوا. كمان عايزة أقول لكم إن احنا لازم الضغوطات اللي مرت على في سنة 2020 لازم نتخلص منها ونبتدي صفحة جديدة وندخل السنة الجديدة بشكل عندنا أمل وعندنا طموح وعندنا أحلام كتير لازم تتحقق. لازم نكون معانا وقتنا إن احنا نفكر أهدافنا هنعمل إيه في السنة الجديدة، نحط أهداف ونحط أحلام ونحط يكون عندنا أمل ويكون عندنا طاقة إيجابية. بتمنى لكم سنة مليئة بالخير والسعادة والحب والرضا. كل سنة وأنتم طيبين، وكل سنة يا رب تكون سنة سعيدة علينا وعليكم وعلى الشعب المصري كله. ما تنسوش تتواصلوا معنا من خلال الأرقام اللي موجودة على الشاشة أو صفحتنا على الفيسبوك. هنطلع فاصل قصير ونرجع ليكم في أولى فقرات ساعة في بيتنا. ورجعنا لكم بعد الفاصل مع دكتور رحاب إمام. دكتور رحاب إمام استشاري أسري، أهلا بيكي. أهلا بيكي، انتي منوريني تاني مرة تكوني معانا، وأنا بحب بتفائل بحضرتك وبحب أقعد معاكي بجد. وأنا بحب القعدة معاكي جدا، بتجري بسرعة مش بحس بيها. ربنا يخليكي. احنا دلوقتي داخلين على سنة جديدة وعايزين نقول لحضرتك طيبة، ويا رب كل الناس يا رب تكون سنة سعيدة علينا كلنا. إزاي نبتدي سنة جديدة؟ طيب، هي يمكن السنة دي إيمان مختلفة عن أي سنة قبل كده، يعني هي 2020 دخلت علينا دخلة جامدة، وبعدين 21 وانا ما قصرت. فهي الكلام المعتاد اللي احنا بنقوله، نبدأ بقى بحاجات جديدة ومش عارفة ايه، يمكن في شوية تحديات مقابلنا تحدي اسمه القلق والخوف من الفيروس. ايه مدى انتشاره؟ ايه ده يا خبر، ده بقى الأطفال كمان؟ لا ده الكبار بس، وهكذا. فده بيبقى تحدي كبير، لاني بيبقى الغالب على المود بتاعنا هو الخوف والقلق. فالخوف والقلق لما بيسيطروا على دماغنا بيبقى الهدف من الحقيقي منهم ان انا احمي نفسي، احمي حياتي، احمي اسرتي. خوف، كلنا خايفين من الفيروس او ان جالنا كورونا او حد بنحبه، حد عزيز علينا، ففي قلق السنه دي. صحيح، بس لازم نتغلب على الموضوع ده وما ندخلش بيه 2020. هو الفيروس لسه موجود والخطر لسه موجود، ولكن لازم نتعايش معاه بشكل بسيط ومرح شويه اكتر من كده. في نوعين من الناس، يعني في ناس واخده الموضوع بشكل كوميدي، عاملين كل الاحترازات الامنيه ومأمنين نفسهم كويس، وفي نفس الوقت متعايشين مع الفيروس وموجودين. في ناس تانية خصوصا الامهات اللي عندها اطفال، الموضوع عندها بقى قلق زي ما حضرتك بتقولي. صحيح. قلق وخوف بشكل مش طبيعي، اللي هو الحياه مش ماشيه. صحيح.
عارفه الفرق ما بين دول ودول ممكن يكون ايه؟ في ازاي يتعاملوا مع قلقهم وخوفهم. يعني اوقات احنا بنخلط ما بين المشاعر الغير مريحه ونسميها مشاعر سلبيه ومش عايزينها. كل ما بنحاول نعتبر ان المشاعر دي سلبيه مش عايزينها بنعمل حاجه من الاتنين، يا اما المشاعر الغير مريحه دي تزيد اكتر. فانا لو جيت انت دلوقتي قلقانه يا ايمان قلت لك ايمان ما تقلقيش، لا عادي مش مفيش حاجه ولا حاجه انا اخري هسكت، لكن القلق لسه شغال جوه كده. انا حاولت انفي على عليكي ان انت تقلقي، يو شودنت، لا مش المفروض تقلقي. يا اما هتعملي حاجه تانية انك انت تقومي رايحه الناحيه التانية خالص وما تقلقيش خالص 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 فالدنيا تعك. فالطف حاجه هو ان انا افهم انا قلقان ليه وخايف من ايه واتعامل معاها واقبل ان هي موجوده بنسبه صغيره. احدد الاول اللي انا خايفه منه بالظبط. فاحنا قلقانين على ان يجي لنا فيروس، قلقانين على ولادي، بس اوقات بنقلق بزياده لدرجه ان احنا بننسى ان احنا محتاجين نقلق واحنا بره، بس احنا جوه بيتنا مش محتاجين نقلق، بيتنا امان بنسبه مش قليله اكيد. فاوقات ده بيخلي ان اغلب مخنا شغال في القلق طول الوقت، بسكرول على الاخبار، العدد وصلت لكام، نسبه الانتشار وصلت لقد ايه وهكذا، التركيز مع كل تفصيله صغيره في الاخبار الكورونا صحيح. والفيروس وكده صحيح. احنا محتاجين نكون حذرين طبعا، بس محتاجين ان احنا اول حاجه كده على السنه الجديده هدي شويه من ريت الاخبار اللي انت بتسمعيها، هدي شويه واعرف انت هتتابع انهي مواقع بالظبط. ففي موقع معين هو اللي بيدي المعلومات الصحيحه دقيقة. هي دي اللي انت هتتابعها مره في اليوم كفايه، انت مش لازم خالص خالص. وكمان يعني لو كان على الفيس يعني ده موسم الانفولو العظيم، يعني انت ما تلاقي حد عمال يهري كتير في الموضوع انفولو حبه، او حد بيسبب لنا قلق او خوف او اخبار مش صح عامه ما ندخلش بيه السنه الجديده. الناس اللي بتدينا طاقه سلبيه او دايما مدين لنا كلام سلبي حاجات من دي ما تدخليش بيهم السنه الجديده. حقيقي دي خد النقطه كمان يا ايمان، حته علاقتي بالناس، الناس اللي بيدونا طاقه سلبيه يعني ايه؟ يعني بيعملوا ايه؟ يعني مثلا الناس اللي طول الوقت بياخدوا ومش بيدوا طول الوقت، وهم انا تعبانه وانا محتاجه وانت مش عارفه ايه، بياخدوا 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 ومش بيدوا، بيبقوا عاملين كده عارفه موصلين طاقتك بالارضي يعني مسحوبه كلها على الارض على طول على طول، مفيش تخلص مصيبتها ترقص على مصيبه اختها تخلص على طول، هي عندها احتياجات. دي علاقه هتبقى مجهده جدا، يا ريت نبص بص على علاقاتنا كده ونبتدي ايه نمشي. يمكن من ضمن مميزات الازمه اللي احنا فيها دي يا ايمان ان خلينا نرجع نبص حقيقي تاني على كل حاجه، بايه اللي حقيقي يفيدني، ايه اللي حقيقي مهم وايه اللي مش مهم، وايه اللي بروباجندا وكلام على الفاضي. فدي من ضمنها تخليني اقول لك لا انا هو في العمر فاضل فيه قد ايه عشان استهلكه في علاقات مش مريحاني غير صحيه وناس مؤذيه، خصوصا الناس اللي بينتقدوا انتقاد مش عارفين بعده هيحصل ايه. يعني مثلا انت شغاله في حاجه معينه وحد داخل على خطوه معينه شغل ايا كان ايه، وتلاقيهم داخل انت بتعمله ده مش صح، هو مش مدرك بان ده فعلا مش صح. الناس اللي بترمي كلام وهم مش دارسينه كويس، محتاجين كتير الناس السلبية كمان. الناس اللي هي طول الوقت بتنقد وهي اصلا يعني بتنقد على الفاضي والمليان يعني أيوة. يعني اللي هو انت فاهم اصلا في اللي انت بتقوله ده، لا 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 بس شكله كده مش مريحني مش عارف ايه. يبقى يا جماعه ما نسمعش من اي حد ونمشي ورا قراراتنا وبس، ويبقى الناس اللي احنا عارفين ان هم بيحبونا وبيدونا الكلام صح مش اي كلام وخلاص. دي اول حاجه الدكتور قالها، وتاني حاجه ما نمشيش ورا الاخبار اللي عمال على بطال كلام كلام كلام. صحيح. من ضمن الحاجات برضو ان انا ازاي ابقى انا عندي بعزل نفسي عن الناس اللي هي طول النهار ترمي، اصل انا مهما بعدت عنهم هلاقيهم برضو يا ايمان. فازاي ان انا ابقى انا من جوايا ارجع اقول لنفسي لا يعني هي مش فاهمه او هو مش فاهم، انا محتاجه ان انا اتصل، انا خدت القرار ده ليه، انا خدت كل البروكوشنز او كل الخطوات اللي انا المفروض اعملها عشان اوصل للقرار ده، فانا متاكده منه، سواء بقى القرار ده في لبسي في شغلي في حياتي، فانا مركزه وانا في ناس معينه هي مصادر الدعم ليا، هي اللي انا بستشيرها وبفضل اطمن نفسي. اما حاجه السيلف توك، انت بتكلم نفسك ازاي؟ لو حد خبطك من بره شكرا، ابتدي اعملي سيلف توك كويس، كلمي نفسك ايوه لا انت عملتي انت سويتي وانت كذا 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 كذا.
من ضمن الحاجات اللي بتخلينا ما نكلمش نفسنا بطريقه حلوه، او حتى ما نستقبلش مجاملات الناس لينا، او ان هي الناس تقول لك برافو عليكي، اقول لك مثلا ايه الحلاوه دي يا ايمان انت النهارده زي القمر. حته ان انا محبوسه في حته القلق والخوف. القلق والخوف دي عارفه لما في الجيمز يقول لك سرفايفل مود، اي جيمز مود حياه او موت، فما فيش مجال للمتعه، ما فيش مجال للاستمتاع، ما فيش مجال. فطول ما انت قلقانه قوي وخايفه قوي ومخك تماما تحت احتلال القلق والخوف، فانت مش قادره تستقبلي اي مجاملات، مش قادره تستقبلي اي مدح، مش قادره حتى تمدحي نفسك، مش ما فيش ثقه في النفس كافيه بسبب تشتتات الاخرين لقراراتي او شكلي او ايا كان. اي كلمه بقى انت هتلاقي عشان انت قلقانه وخايفه هتاخديها تقولي اه شفتي هركز معاها، يبقى ما نركزش الا في قرارات نفسنا اللي احنا مقتنعين بيها. ده كلام حضرتك صح؟ ده كلام حضرتك بس انا عاجبني. ربنا يخليكي. طيب ايه كمان ممكن نتخلى عنه في دخول السنه الجديده غير الاشخاص السلبيين الموجودين في حياتنا؟ محتاجين مش هنتكلم عن التخلي على قد ما هنتكلم عن احنا محتاجين نكتسب ايه، محتاجين نبص على السنه اللي فاتت ازاي. هل فعلا هي كانت سنه وحشه قوي وكلها وكورونا ومش عارفه ايه؟ ده كان موجود حقيقي. طبعا كان في ناس، وفي ناس خسرناهم، وفي ناس اكيد الكورونا. وايه كمان؟ اسال نفسك كده، طيب وايه كمان؟ وايه كمان طلع كان السنه اللي فاتت حلو ممكن تاخده معاك السنه الجايه؟ شوف كده على مدار ال 12 شهر في تغيرات دراميه دراماتيكيه زي ما بيقولوا حصلت في كل على كل المستويات، على مستوى التدريبات، فدلوقتي بقى تدريبات اونلاين على مستوى دولي بسهوله جدا بتقدري تعمليها وتاخديها، بشكل عام كل التعليم على في كل المجالات، الدراسه بقت اونلاين في مستويات معينه، مش هنتكلم في السن الصغير، بقت بسهوله اكتر. الشغل دلوقتي انت عشان تفتحي شغل ما بقتيش محتاجه قوي انك انت يكون عندك مكان وتدفعي ايجار وكهرباء ومش عارفه ايه، دلوقتي من البيت اونلاين. ففي تغيرات دراميه حصلت، بس دراميه بشكل متاكدين يعني ان هي كلها وحش؟ لا، الحقيقه في حاجات كتير حلوه ممكن جدا ناخدها معانا السنه الجايه ونستثمرها. يا ترى انا ممكن استثمر دي ازاي؟ اكبرها ازاي؟ اني ابتدي اشوف، طيب انا اشتغلت على نفسي السنه اللي فاتت، غيرت في نفسي ايه؟ طب لا ما اشتغلتش وماله؟ اشتغل، هعمل ايه السنه الجايه؟ هستغل اللي موجود حواليا ازاي؟ هكبر نفسي ازاي؟ طيب وايه كمان غير ده؟ يعني احنا اتكلمنا دلوقتي نثق في نفسنا، نثق في قراراتنا، نبعد عن الناس السلبيين، ونحتفظ بالناس اللي حطوا اضافه كويسه في حياتنا. حقيقي جدا 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 مهم جدا في الفتره دي بالذات يا ايمان، نبتدي نشوف فين الشبكه الاجتماعيه اللي انا بستريح لها، الناس اللي صحاب بتدعمني، صحاب، اهل، ايا كان، قرايب، ايا كان، وبقدر الامكان اكبرها. وعشان اقدر اكبرها محتاجه اقبل الاختلاف برضو، لاني انا مش هلاقي حد شبهي بالملي. النقد اكيد لازم نقبله بس الطريقه بتفرق. يعني انا دكتور كلمينا عن الحته دي شويه. النقد حاجه بالنسبه للناس اللي لسه كنا بنتكلم عليهم من شويه، الطريقه لما يكون في شخص بيحبني وهو بيخاف عليا وفي نفس الوقت في حاجه بينصحني بس ينصحني. الطريقه احيانا حد بيدي نصيحه بشكل مرفوض، انا مش سامعاك ومش هعمل حتى لو هو صح. الفكره ان الناس فاكره ان انا لما اجي اتكلم معاك انا محتاجه نصيحه، انا مش محتاجه نصيحه اصلا. يعني انا عمري بقالي حبه حلوين مش اقل من 12 سنه مثلا في الدنيا دي، فاكيد انا عندي كميه من النصح والافكار والمواعظ مش قليله. فاول حاجه احب اقول للي بينصح بيتفضل كده من عنده، اول ما حد يجي يشتكي لي يقوم هوب يديله النصيحه، اقول له احنا مش ستات بالذات على فكره مش عايزه نصيحه خالص. لو انا حلوه كده خالص اسمع وانت ساكت، يعني اسمعي وانت يعني نسمع بس الاول كده واحس بيا. بيبقى الاصل في الكلام ان انا محتاجه وصل، فوصل ان انت حس بيا. فمثلا ما تيجي تقولي لي انا النهارده سي اكزامبل، قولي اي اكزامبل انت حد جاي يشتكي لي.
حد مثلا بالنسبه للبنات ان في حد دايما بينتقد رايها، شايف ان هي معدومه الشخصيه، حاجات كتير. مثلا لو في واحده جايه بتشتكي لي بتقول لي فلانه على طول بتنتقد رايي وشايفاني معدومه الشخصيه، انا ممكن اعمل حاجه من الاثنين، اقول لها انت كنت توقفيها عند حدها كده، انا عملت بالظبط زي ما فلانه عملت. ايوه فعلا بشكل لفيف شويه. بالظبط. يا اما اقول لها يا وده كان محبط جدا، ايه صحيح طريقه المعامله دي؟ فاخدتيها الاول ناحيتك. تقولي ايوه صح مش كده، قلت لها طبعا عندك حق تتفرسي، ما هو يعني دي يعني هو يعني فاكراكي ان انت ما فيش خالص ابيض يعني، ما انت اكيد عندك افكار، ما انت اكيد كان عندك الفكره دي. ايوه انا كان عندي الفكره دي ومش عارفه ايه. هي اخدتيها ناحيتك الاول بطريقه كويسه، وبعد كده اديتيها النصيحه بشكل كويس، حسيت بيها، حسستيها انك عارفه معاها قوي او قريبه تواصلت مع منها. المشاعر بتاعتها، قلت لها انت كده محبطه، انت كده حسيتي ان وكانك قليله، وان انت محتاجه تحسي بتقدير، انت محتاجه تحسي ان انت ليكي وجود وانك متشافه. فهنا ايوه صح انت كده شفتيني، انت كده تمام. طيب احنا معانا مداخلة، مدام شهيرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منورة في ده القمر ما شاء الله، وكل سنة وحضرتك طيبة وانتي طيبة، وضيفتك ربنا يخليكي يا رب. لما بنحب الضيفة الدكتورة لالي صوت يا حبيبي ميرسي يا شهيرة، والله والله بنحبك، هي ده من كلنا جمالك يا بنحبها، شهيرة. ميرسي والاستديو انتي منورانا على طول. ميرسي ميرسي ميرسي، ربنا الصوت بيقطع لو تقعدي في مكان فيه شبكة. كنت عاوزة أقول أمان إن في بداية السنة علاقتنا بالباب بتاع ربنا هو الباب الأصلي يعني فينا، ونسامح بعض ونحب بعض، حد البعض الدنيا تبقى أسهل، ونبعد جدا ميرسي ليكي، انتي نورتينا ومكالمتك حلوه وكلامك كله حقيقي حلو. قوي قوي حقيقي. هي فعلا يا شهيره انتي نبهتينا لمصدر دعم اساسي ومهم جدا، وهو الروحاني، ان انا اكون موصوله بمن هو يمثل لي الرب او الاله او الطاقه الكبيره العليا اللي بتمدني انا بالحياه. الاساس او اهم حاجه واول حاجه الاهم والاساس حقيقي، اللحظه اللي بتبقي موصوله فيها، سواء مثلا بدعي او بكلم ربنا او لحظه وصل كده، بتخرجي منها حاسه ان انت عايز تاخدي الكون بالحضن، مرتاحه ومبسوطه وداخله على اتوصلتي الحياه بالفيشه، اتوصلتي خلاص. بالمصدر يعني حقيقي حقيقي. ميرسي يا شهيره جدا، ده مصدر دعم اساسي اساسي، ان احنا نبقى عارفين ان ورانا ظهر ايا كان مين يعني، يا ستي حتى اللي بيعبدوا البقره، بس انت حاسس ان انت وراك ظهر رب الروح دي، حلو قوي حلو قوي، وهيخلينا عندنا طاقه فعلا يا شهيره ان احنا نقدر نتقدم بالحب لكل الناس ونرمي الهموم ورا ظهرنا. شكرا يا شهيره جدا، كلماتها حلوه بجد جدا جدا، وكلامها رفعت وضفت لنا. ايوه دي حاجة كويسة، إضافة كويسة. غير كده كمان في ناس داخلة واخدة السنة الجديدة بشكل، بما إن الكورونا لسه مكملة معانا، فتحسيهم سنتين في بعض، مش عاملين كات كده وداخلين سنة جديدة كله على بعض. وتحسي الكورونا، حتى الكورونا عملت ابجريد يا جماعة، عشان احنا عايزين نعمل احنا كمان ابجريد. مكملة مكملة قوي معانا. فاحنا نقول ايه بقى زيادة عن اللون؟ عايزين نقول ان هي كورونا متغير من ضمن متغيرات اللي بتحصل وهتحصل، عايزين ان احنا ما نتعميش يعني، عارفه ما افضلش باصه على ان الترابيزه دي بني ومش شايفه الورده الاورنج اللي هناك، اشوف الجانب الايجابي او المضيء، بقيه الحياه بقيه الحياه. اذا كانت الكورونا شوية بتدينا ناحية طاقة الموت والقلق والمرض والخوف، ففي مليون حاجة حوالينا بتدينا طاقة الحياة. ضحكة حد ضحكة حد غالي عليا، بنتي ابني مامتي اختي، قعدة انس، احنا اوقات ما بنشوفش النعمة غير بعد ما تمشي.
هنخش من حزن لحزن لحزن لحزن. ما هو ده اللي انا كنت بقوله، الكورونا عرفتنا قيمه حاجات كتيره جدا. لما اتحبسنا في البيوت كان في حجر صحيح. منزلي، عرفنا قيمه القعده مع اهلنا او صحابنا اللي بنحبهم او جداً. اليوم العادي، نعمه اليوم العادي اللي كنا بننزل نعيشه جدا يا ايمان. جدا جدا كتير جدا. انا عارفه ان ده مش حاصل عند كل الناس، بس في نسبه مش قليله ابدا القعده دي اديتهم فرصه ان هو ايه، طب يا جماعه يلا نتعرف على الناس اللي معانا في البيت. اللي هو بقى نشوف اللي احنا مجبرين جار كده في الاوضه اللي جنبي اسم اخويا او اختي، تعالى نتعرف نقرب منه شويه. حقيقي حقيقي اديتني أيوة فرصه ان احنا نقرب، ان احنا يا خبر ده انا مامتي وبابايا دول حد غاليين عليا قوي، ده انا بقالي كتير مش عارفه اشوفهم، مش مهتميه بيهم، ما بديلهمش وقتهم، ده انا خايفه عليهم جدا، مش مستاهله ازعل على المواقف الصغيره، مش مستاهله افضل حد في حياتي وهو تعبني وقرفني يعني. حد كلامه صديقه كل كلامها عتاب، صديقه بتهتم قوي قوي بس مغرقاني في الاحساس بالذنب، مش مستاهله. خليني مع قد المسؤوليه واشيل المسؤوليه وابقى في علاقات مريحه. ابتدي اخد بالي اني الله ايه ده، ده انا في بيتي اباجوره حلوه مثلا، يا نهار ابيض انا كنت نسيت. انا كنت نسيت يعني ايه اروق البيت، كنت دايما بره بره من تمارين لشغل المدرسه اللي مش عارفه ايه، طحونه اللي هو ايه ده في حاجه اسمها ننسق البيت ونعمل قعده حلوه. حقيقي حقيقي هي جانب مضيء وحلو في الكورونا، يعني احنا استفدنا بالكورونا في حاجات كتير، انا مش جداً. بقول كل وحش جدا، وكمان يا جماعه يعني خلاص احنا بقى عندنا خبره يعني خلاص لازم نتعايش بقى اللي ونجهز بقى الحاجات ونتعايش وهناخد احتياطاتنا كويس جدا جدا، مش هنعيش الانكار ان مفيش حاجه، هناخد احتياطاتنا كويس جدا وفي نفس الوقت هنعيش. كنت مرة بتكلم عن الإحساس الفقد، ودي مشاعر مش مريحة زي القلق، مشاعر مش مريحة زي الخوف، مشاعر مش مريحة، بس مش معنى إن هي مش مريحة معناها إن هي مضرة أو زي ما بيقولوا سلبية. فمثلا مشاعر الفقد إيه الحلو اللي فيها يعني إزاي مش سلبية؟ إني فقدت الشيء معناه إنه كان موجود يا إيمان. يعني مش فاهمة الحتة دي. يعني مثلا حد فقد بابا او مامته، ده حد غالي عليه جدا، معنى ان انا فقدته يبقى هو كان موجود، مش هفقد حاجه الا لو كانت موجوده اكيد. طيب المخ عنده القدره انه يستعيد المشاهد والحاله العاطفيه كانها حاصله دلوقتي. فلو قلت لك دلوقتي افتكري لي يوم جميل في حياتك يا ايمان، مش لازم تقوليه في المايك، افتكريه دلوقتي في مخك، افتكريه بجد، حاولي تنسي الاستوديو، حاولي تنسي افتكريه بجد. افتكرت خلاص. حاسه بايه؟ حاجه حلوه جدا ولحظه مفتكرها يعني حياه سعيده نزالي اكيد. اللحظه دي ما بتموتش. اللحظه دي ما بتموتش، بتفضل حيه جواكي. برضو اي حد احنا فاقدينه عمره ما بيموت. لما بيقول لك بيفضل حي جواكي، حقيقي بيفضل حي جواكي. فمشاعر الفقد بتفكرنا ان كان في حد حي برايا وحاليا هو حي جوايا، ممكن اتونس بيه واحس بنفس مشاعر الفرحه والانس حتى لو هو مبقاش موجود، حتى لو هو قدام عيني مبقاش موجود هو لسه موجود. فحتى مشاعر الفقد ما هيش حاجه، هي مش مريحه بس بالعكس مفيده. تمام. احنا معانا مداخله دكتور سالم. دكتور اسلام، اتفضل اتفضل، بس معلش وطي صوت التلفزيون شويه عشان الصوت بيتكرر. مساء الخير. مساء النور. بنور استاذ امين. ربنا يخليك. بنوركم طبعا. المستشار الحد طبعا. ميرسي ليك، ميرسي جدا. ايه سؤالك؟ طبعا نبتدي السنه الجديده لان احنا دايما نحافظ على طرق التعقيم لاولادنا واطفالنا. اكيد احنا بنوعي بده. صحيح. الو، مع حضرتك. اتفضل. ودايما طبعا يعني
نستخدم لاطفالنا طبعا في المدارس الهاند جل والحاجات دي طبعا، لان طبعا الفيروس موجود طبعا في كل مكان، ولازم نحافظ على الكمامات طبعا في المدارس لان الموضوع ده سيء جدا. صحيح، انا بجد بشكرك وبشكر الاضافه دي بجد. ده اللي احنا بنتكلم فيه، ان احنا لازم نفضل لسه نحتفظ صحيح. بالوعي ونحتفظ بكل الاحترازات يعني الأمنية. الحفلات بقى اللي بنتلم فيها كله اتلغى لا لا بالظبط كده. انا بجد بشكرك دكتور اسلام، هو شكرا جدا الاطفال بالذات لان احنا لسه في امتحانات ولسه في بالظبط حاجات مجبرين ان احنا ننزل او ننزل اولادنا او احنا شخصيا ننزل. صحيح، وبالذات ان الاطفال يمكن في الموجه الاولانيه كانوا بيقولوا هم في امان، فكنا مجمدين قلبنا شويه. لا دلوقتي للاسف في اطفال كتير في كل مستشفى تقريبا، بقوا عاملين مكان للحجر للاطفال. فمحتاجين فعلا ان احنا ما نتنازلش عن خوفنا وما نتنازلش عن قلقنا، هي بس الفكره كلها انه ما يسيطرش علينا. على حياتنا كلها، نفضل موجود القدر الصحي اللي يخلينا نخلي بالنا من التعقيم، نخلي بالنا من المسافه زي ما انا وايمان قاعدين كده. ايوه احنا عاملين كل الاحترازات الامنيه. ونخلي بالنا من الكمامه واولادنا واهالينا واحنا كمان، بس كبار السن عشان مناعتهم ضعيفه، والاطفال لان هم برضو بتجيلهم بشكل قاسي شويه. طيب دكتور، يعني ايه طاقه ايجابيه؟ طيب هقول لك حاجه، طاقه ايجابيه ومشاعر ايجابيه يمكن وطاقه سلبيه ومشاعر سلبيه يمكن هي واخده معنى بقى ايه يعني سمعته مش حلوه، مخليني زي ما قلت لك من شويه مشاعر القلق ومشاعر الغضب ومشاعر الخوف بقت مشاعر سلبيه مش عايزينها، وده مش حقيقي. كل حاجه ممكن تتحول لحاله من الحاله الايجابيه ان صح التعبير. فمشاعر الخوف والقلق ازاي تقولي عليها سلبيه لو انا هخلي ان ولادي ينزلوا بالهاند جل وبالماسك واحميهم من دي سلبيه؟ لا اكيد اطلاقا. مشاعر الغضب ازاي هتقولي عليها سلبيه اذا كنت انا هستخدمها اني اوقف اللي قدامي على ان هو يتعدى حدوده ويجرحني؟ دي سلبيه اطلاقا، دي حاجه ايجابيه جدا. ايجابيه جدا جدا. فهي الايجابيه لو مشينا ورا كلمه يعني ايه ايجابيه، هي ان انا ازاي اخلي حياتي فيها بروجريس او نماء تطور، استخدم كل اطياف مشاعري لصالحي مش تهدمني، فبالتالي ما تحبسش في الغضب وافضل غضبانه على طول، لا اخليه يعمل دوره ويمشي وقته وباي باي. وقته ودوره، هو لما هياخد دوره هيقدر ياخد وقته ويمشي. احنا ما ناخدش الحاجه الوحشه في حياتنا بسرعه ونتجاهلها لانها هترجع تاني تصوت لنا. وكمان بقى عارفه مفتاح انك تعيشي حياه هنيه الامتنان او الحمد. عارفه مقوله برضو دي من ضمن الحاجات اللي واخده سمعه وحشه، بص نص الكوبايه المليان. صح. للاسف عشان هي بتتقال بطريقه ايه، بص نص الكوبايه المليان، يعني لو ما تحمدي ربنا انت مش شايفه غيرك، هي بتتقال للاسف بالطريقه دي جدا، يعني عارفه لو قفلتيني. بس حقيقي الامتنان وهو ان انا ابص على الورده دي مثلا واقول قد ايه ان هي الوانها مبهجه، الحمد لله ان انا عندي نظر يشوف الالوان المبهجه دي، حقيقي الوانها مبهجه. اني ابص على الالوان اللي ايمان لابساها وقد ايه الوانها مبهجه وابقى الله النهارده ربنا متعني بالوجه الجميل ده يا جماعه. ايوه الكلام اني امتن لكل تفصيله صغيره في حياتي. ابداي يومك بيها كده يا ايمان، وجربي من اول ما تصحي من النوم وتقولي عندي سرير. احنا مش بنحس بنعمه السرير ده غير بعد مثلا ما نلاقي حد مش موجود وملوش حتى حته ينام فيها، او يوم طويل قوي بره او سفر نفسه يرجع على السرير وبيتي. طب ما تيجي نقدر القيمه دي في كل لحظه ونستمتع بيها ما دام عندي، ما دام عندي وربنا عطاها لي زي ما بيقولوا كده، امتع نفسي بيها ليه اسلقها وما اخدش بالي؟ فالحمد لله على المخده، السرير، الملايه، كوبايه الميه، كوبايه الحاجه السخنه، صحتي، وداني، عيني. خدي 3 ثواني كده، بس 3 ثواني من كده يعتبر بالنسبه لي نعم لا تعد ولا تحصى، ما لهاش، هتتنقلي لمستوى تاني خالص رضا و قادره بقى تخش كده بقلب بقى. عندك ايه بقى؟ عندك ايه بقى؟ ايه اللي انت بتعمليه ده غلط يا سيدي؟ قلبك ابيض. هناخد الحياه بشكل ابسط واحلى كتير. الامتنان ده سواء يعني ده بقى منهج لوحده في علم النفس،
الامتنان بيخلي الفرونتال كورتكس الجبهه الاماميه للمخ تتحفز نشطة. ودي بتبقى بتخليكي قادره تبصي للحياه كده من نظره انك انت عندك ابر كنترول، فاهمه؟ قادره تتحكمي فيها، غير بقى مشاعر الخوف والقلق لو اتحبستي فيها خلاص مفيش. بتبقي انت مش عايشه، الضحيه، ضحيه خوفك انت وضحيه قلقك انت. فالامتنان ده مفتاح، لو قلنا الطاقه الايجابيه زي ما بيقولوا مفتاح الامتنان. اصحى كل يوم الصبح ابدا طب هقول الحمد لله على ايه، او هقعد كده امدح واتجمل واقول سلام كوبايه دي واللي جواها لونه كذا وبراها لونه كذا، جواها المشروب لونه كذا، شكلها تحفه. واسرح اسرح، متع نفسك بحاسه البصر عندك، بحاسه اللمسه عندك، بكل الحواس. خطوات جميله جدا نبتدي بيها السنه الجديده، بس خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل باقي الخطوات. ورجعنا لكم بعد الفاصل مع دكتور رحاب امام استشاري اسري. اهلا بك. اهلا بك. انا بحب الحلقه دي، انا حابه الحلقه جدا. أيوة بوجودك حاسه. ايوه حتى كله في الاستوديو بيقول لنا يعني الحلقه اللي بتكوني حضرتك موجوده فيها بتبقى لذيذه وخفيفه. انا جايه مبسوطه جدا، انا جايه احضر معاكي يا ايمان، والجو كله هنا في الاستوديو تحس ان احنا كده كاننا نعرف بعض من زمان. ربنا يخليك. دكتور، عايزين ازاي نحتفظ. طيب قبل سؤالي وما قطعوني، معانا مداخلة ناخدها. أوكي. إيمان. ألو. ألو. أيوة. الحلقة منورين كرة جدا والحلقة حلوة جدا. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا إيمان. ميرسي. والكلام كله بجد حلو. كنت عايزة أسأل إزاي أعرف أختار الناس اللي يكملوا معايا في السنة الجديدة. تمام، سؤالك حلو جدا يا ايمان. اوكي يا ايمان، كل سنه طيبه وان شاء الله نجاوب على سؤالك. ازاي نعرف الناس اللي هنكمل معاهم السنه الجديده؟ ازاي نختاره؟ بختار اول حاجه، بحط كده عندي قانون ان مش لازم واحد يكون فيه كل حاجه، مش لازم واحده يكون فيه كل حاجه، مش لازم صاحبتي تبقى صاحبتي، هي اللي بنخرج سوا وهي اللي بنذاكر سوا وهي وهي وهي, وهي. فبالتالي اما اجي اقول اختاري حد يكون اللي فيه بينكم اهتمامات مشتركه، وسعي بقى. فمثلا فلانه دي انا وهي بنموت في الفرجه على الافلام سوا مثلا، فدي اهتماماتنا مشتركه مثلا. لا، دي انا وهي في الشغل او في المذاكره قريبين جدا، بن جدعان مع بعض. احتفظي بيها دي ما دام جدعه، من الحد اللي تلاقي نفسك معاه قوي او قادر تتكلم معاه في كل حاجه، مفيش خوف من حاجه معينه او حدود او كلام من ده. الله. الله، لو لقيت كده ده تخليه ده جنبك كده وتقفلي عليه بروزه. بالظبط. اللي دايما بيبقى دعم ليك، بيفكرك بالانجازات اللي انت عملتها، ده تحتفظ بيه طبعا. اللي بيفكرك بالاوبشنز اللي عندك، لما تبقي انت كده رايحه وتقولي انا خلاص، انا كده خلاص ضعت ومفيش حاجه اقدر اعملها، وانا اصلا فاشله، وتلاقي حد بيفكرك لا فشلت، انت عبيطه، ده انت عملتي وعملتي، شفتيش نفسك يا بنتي، انت من كذا لكذا بقيتي، كنتي فين وبقيتي فين. الناس الحلوه اللي محتاجين يكونوا حوالينا في كل مكان. ايوه، الناس دي تمسك فيها جدا جدا، وتخليها ونحترم الاختلافات اللي ما بيننا. يعني هي ممكن تكون كده معايا وفيري سبورتيف معايا، بس ملهاش في الخروج مثلا، وانا بحب الخروج، نقبل ده. عديها دي بقى يعني. ايوه وامسك فيها بايدك واسنانك. الناس اللي تفكرك تقول لك طب انت زي ما عديتي اللي قبل كده، هتقدري تعدي وما تقلقيش ومش عارفه ايه. الناس اللي بتطمنك هي دي، خليها حواليكي جنبك. انت رايك ايه يا مين؟ انا شايفه ان احنا ندخل السنه الجديده نقفل على الصفحه القديمه دي وندخل برجلنا اليمين وننسى كل حاجه ونبتدي بقى من جديد. صحيح. وشايفه ان احنا نكمل مع الناس
كويسين اللي حط او الناس اللي لهم اضافه او بصمه كويسه، يعني بصمه كويسه في حياتنا او اضافه، دايما بيدعمونا دايما في ظهرنا، دول الناس اللي احنا المفروض يستحقوا انهم يكونوا موجودين في حياتنا، ونتخلص وننفض زي ما دكتور بتقول الناس السلبيين او الناس اللي السلبيين زي اللي بيحسسونا دايما بالذنب دايما دايما دايما. وده مش معناه ان انا ما اشوفش مسؤوليتي، فانا اشوف مسؤوليتي، بس انا حتى لو بعد ما اشوف مسؤوليتي وجيت اعتذرت او حاولت اصلح لسه بيحسسني بالذنب طول الوقت، يبقى ابتدي اخد كده ستيب باك. احنا معانا كمان مداخله سالي. الو الو، هو سالي صفاء. انا بحب حضرتك، ربنا يخليكي. ميرسي بجد بالصوره دي، والمداخله الاولانيه والثانيه احلى من بعض. ربنا يخليكي يا صفاء. حابه اتعرف بس اخر المستشفى الشغل القديمه. إيه؟ انا مش سامعه الصوت، مش واضح. ممكن تاني سؤال تاني؟ حابه اتخلص من الطاقه السلبيه اللي في السنه القديمه. اتخلص من الطاقه السلبيه اللي من السنه القديمه. اوكي يا صفاء، ان شاء الله تخلصي على طول كده. قومي على طول كده كده هتلاقي خلاص. هو ده اللي بنتكلم فيه. صحيح، نتخلص من الطاقه السلبيه على شكل اشخاص او على شكل مواقف او على شكل وجود. وتجديد الميه جوه من خلال الامتنان يا ايمان. رائع رائع. الامتنان رائع، مفعوله سحر، مفعوله سحر. يعني يا ريت اللي بيتفرج دلوقتي ياخد ثواني كده يبص حواليه، لو استخدمنا حاسه النظر بس، ويبتدي يشوف ايه اللي في عينيه حباه، ايه اللي حواليه عينيه حباه. فاللون ده عجبني، اللون رسمة النيل اللي وراكي كل مرة باجي اعلق عليها. والنيل وجمال النيل هتلاقيني حقيقي المية جوه بتتغير. انا بجد بشكرك، وحضرتك كنتي منورانا النهارده، وكلامك جميل، وكل نقطه بتقوليها مننا كده اللي هو فاهمه الناس صح وفاهمه احتياجاتنا صح. بجد انا بشكرك دكتور رحاب، انتي منورانا، وعايزه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه وكل الشعب المصري بخير، ويا رب تكون سنه مليئه بالتفاؤل والحب والرضا والسعاده، وتكون سنه سعيده علينا كلنا. للاسف خلص وقت حلقتنا، استنونا في حلقه جديده من ساعه في بيتنا.